المسائل الأربع. مسائل أفرتها. المسألة الأولى أن لابد أن نتعلم قبل أن نعمل، قبل أن ندعو، قبل أن نصنع أي شيء. مسألة كوباد وإن هرت وحبرنا أنت أن وحب السمين وعمل أن السمين أنت أنا قف ويرن وإن برنا وي علمي قوي وحور. فإذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمنا. هدي أن وحبرنا وحي أن برنا وإن كعمل فلنا. حتى يجتمع العلم مع العمل. سي علمي يعملك أو كل ما. وإذا تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به. هدي أن وحبرنا وحا واجب نوقع إن كعمل فلنا ضد كنا ويرنا وحي أن برنا أن كعمل فلنا. ونصبر أولا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة. أن كصبرنا مركه رب علمك ثم كدقنكي ثم ذاتي ويردي. نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. هذا سيدا سمينا الدنيا ذا إلهي إذن كيسا سؤالها قبل قبل كتشوابينا. الدليل على هذه المسائل الأربع سورة العصر. وحا أفرت السؤال والدليل سورة دليا سورة العصر. الله سبحانه وتعالى أقسم في سورة العصر، أقسم الله سبحانه وتعالى على أن كل إنسان خاسر، واستثنى من الخاسرين الذين يأتون بهذه المسائل الأربع. إلى هاي سورة العصر ودارتي وحونا كل دارتي ذاتك لن إني خسارك سبيهين إلا قفكي أفرتاس الرمود لي ماذا ماهني. لا أحد يريد الخسارة حتى لو كان من الكافرين. قف خسارة ربانا متجر حتى هدو قاليها. فالذي يريد الربح يجاهد، يجاهد من؟ يجاهد نفسه بهذه المسائل الأربع. قفكي ربانا فائده نفتي سهل الدقالمه هل الجهاده سيو أرماس أفرتناها كل الجهاد. نعم، وجاهد النفس والشيطان وعصهما. وجاهد النفس نفس للجهاد شيطان كبا لبذا من عاصي. نعم، العلماء رحمهم الله يقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام. علماء الصبر كوحي قيبيان صدح قيبو. الأول صبر على طاعة الله حتى تؤدى الصبر على الصلاة الصيام الحج. قيبتك وبعد وحوي إن لغو الصبر طاعة إلهي إن لغو الصبر صلاة صونكي حجكي إن لغو الصبر. الثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب الصبر عن الشرك عن الربا عن الفواحش عن المحرمات. قيبت لبعد نوا إن لغا الصبر معصية إن لغو الدعو سيدي الزنا ذا محارم تأمان تود إن لغا فوق هذا لغو الصبر. الثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله عليك مرض أو فقر أو ابتلاء. قيبت صدح عادنا وإن لغو الصبر وحي إلهيك وقدري أو لباتا سيدي الجردة يفقرك يوحي لمده. نعم، إذن ذكرنا المسائل الأربع وذكرنا أنواع الصبر الثلاثة والله أعلم. وحان شيقنا مسائلك أفرتها هي أنواع الصبر كو صدح ذا هاي والله أعلم.